السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهاردة عندنا وصفة بطاطس بالبشاميل، طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها لذيذ جدا، وكل مكوناتها في البيت. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ريهام، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنبدأ بيها هي تتبيلة صدور الفراخ. هنجيب معلقتين من الزبادي، عليهم معلقتين من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من المستردة، عليهم معلقة كبيرة من دبس الرمان، لو مش موجود دبس الرمان نستبدله بالعسل، عليها توابل، معلقة صغيرة من الملح والبابريكا والكزبرة الناشفة والبهارات الفريخ والسبع بهارات والزنجبيل والفلفل، هننزل بيهم ونقلبهم كويس. ومعانا هنا صدور فراخ مقطعاها شرايح زي ما انتوا شايفينها في الفيديو كده، دول 300 جرام من الفراخ. هتعمل معانا صينية كبيرة، هننزل بيها على التتبيلة ونقلبها كويس. ممكن تسيبيها شوية في التتبيلة وممكن تستعمليها على طول، عادي براحتك. هنا معانا طاسة نزلت بيها معلقة زبدة كبيرة، وبعد كده هنزل بالصدور الفراخ اللي احنا تبلناها اهي، هنسيبها على نار عالية نديها صدمة وما نقلبهاش علشان ما تنزلش ميتها، واول ما تاخد الصدمه كده معانا ننزل عليها نقلبها، وننزل عليها ببصله، بصله مفرومه، ونقلبهم كويس قوي مع بعض، ونسيب البصلايه تدبل شويه، وبعد كده ننزل عليها بالفلفل الاخضر والالوان، او فلفل اخضر بس عادي اهي. ممكن برضو تحط عليها بقدونس لو متوفر، حط عليها بقدونس بتدي طعم حلو قوي وريحة. وهنسيبها على النار لحد ما تستوي. هنيجي للخطوة التانية، البشاميل. معانا 3 معالق من السمنة، ممكن تستبدلي السمنة بزيت على زبدة براحتك، عليهم 3 معالق من الدقيق، وبعد كده هنقلبهم كويس، نسيبها شوية لحد ما نحس ان الدقيق استوى فيها. هننزل باللبن، المرحلة دي بقى مهمة، احنا هننزل باللبن واحدة واحدة مش كمية مرة واحدة، واللبن يكون معايا دافي ما يكونش سخن، يعني انا ما نزلتش بالكمية كلها، انا نزلت بجزء بس من اللبن، واول ما نحس ان هو خد قوام زي الكريمة كده اروح نازله بكميه كمان اهو. اول ما تبتدي تحس ان هو بقى عامل زي الكريمه تحطي جزء كمان، حبه كمان، كل ما تحسي كده تحطي حبه بحبه لحد ما تخلصي كل الكميه اللي عندك. انا كده خلصت الكميه اللي عندي، حطيت عليها معلقه ملح، معلقه فلفل، ورشه من جوزة الطيب. الطريقه دي مش هيخليه يكلكع منك ابدا ابدا ابدا، اللبن معانا يكون دافي مش سخن، وننزل باللبن واحده واحده ما ننزلش بالكميه كلها كده. احنا عايزين القوام ده المعانا ما يكونش تقيل، يكون خفيف عشان اللي يسوي البطاطس معانا. هنا معايا بقى بطاطس، هنا كان معايا 4 حبات من البطاطس كبار، عملتهم الشرايح زي ما انتم شايفينها في الفيديو كده، ونزلت عليها بمعلقه ملح والبابريكا ومعلقة فلفل، وهنزل عليهم برضو معلقة زيت كبيرة، وبعد كده هنقلبهم في بعض كده. التتبيلة دي نقلبها كده كويس في البطاطس، وهنجيب هنا بقى صينية، هنحط طبقة بشاميل في الأول، لو مش حابة تحطي طبقة بشاميل ممكن تدهنيها بسمنة، وهتحطي بقى ترتبي البطاطس فوقيها زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. بجد جربوها، يعني هي كل مكوناتها في البيت. هننزل هنا بقى بالفراخ، قطع صدور الفراخ هننزل بيها،
والتتبيله اللي احنا عملناها في الفراخ كان طعمها حلو قوي. هنا هننزل بالجبنه الموتزاريلا، ودي اختياري مش اجباري، يعني براحتكم، عايزين تحطوا جبنه حطوا، مش عايزين براحتكم. وهنبدا نحط برضو باقي البطاطس اللي متبقيه معانا، وبعد كده ننزل عليها بكميه البشاميل اللي احنا عاملينها كلها اهي. وطبعا نوزع البشاميل على الصينيه كلها بحيث ان هي تكون مغطيه البطاطس اهي. تسوي بقى البشاميل كويس، وبعد كده هنحط جبنه موتزاريلا. وحطيت هنا برضو شيدر عليها، وانا كده هبتدي اغطيها بورق قصدير وهسيبها في الفرن لمدة ساعة الا ربع بالظبط. تلاقيها استوت وتحفة معاكي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي بجد، هتعجبكم قوي قوي. وهي بعد ما طلعت من الفرن الجبنة منشفتش معايا لان انا مغطيها، لو انتي مش هتغطيها يبقى الجبنة تحطيها في الاخر، يعني بعد ما استوت خلاص حطيتها بقى تحت الشواية عشان تاخد لون معانا. وبكده الفيديو خلص معايا، اتمنى يعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.